السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودية أوتو. حلقة اليوم نغطيها لكم من معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ونستعرض معاكم جناح شركة توكيلات العالمية للسيارات الفاخرة وكلاء سيارات هونشي في السعودية. والسيارة اللي حنتكلم عنها ونعطيكم تفاصيلها هي السيارة هونشي HS5 موديل 2024. هونشي HS5 موديل 2024 سيارة فاخرة بتنتمي لفئة السيارات الرياضية العملية متعددة الاستخدامات. أبعاد السيارة الطول 476 سنتيمتر، والعرض يعطينا 190.7 سنتيمتر، والارتفاع 170 سنتيمتر، وطول قاعدة عجلاتها 287 سنتيمتر. التصميم الخارجي للسيارة الهونشي HS5 مميز جدا ويعكس فخامة السيارة. نشوف غطاء المحرك يجي بتجاعيد، وطبعا في الوسط هذا جزء من شعار الشركة، ونشوف الشبكة التهوية الأمامي ماخذ معظم الواجهة الأمامية على تستايل أو مستوحى من الشلال، وكذلك نشوف الأضواء الأمامية تجي LED وأضواء نهارية LED، و الصدام الأمامي مدمج فيه اللي هو حساسات أمامية، ونشوف كذلك أسفل الصدام شفة بارزة بتعطي شكل فاخر للسيارة الهونشي HS5. تعالوا خلينا نشوف أبرز المزايا من جانب السيارة. في الأعلى نشوف اللي هو عوارض جانبية من الكروم، طبعا هذه تساعد في تثبيت أغراض أعلى سقف السيارة، ونشوف كذلك أنه شريط من الكروم يحف جوانب النوافذ الجانبية. المراية الجانبية تعمل بتحكم كهربائي وتنطوي آليا، وعليها مؤشر الانعطاف وكاميرا جانبية. من الأشياء البارزة الجميلة الموجودة في السيارة مطعمة بالكروم هنا اللي هي على الإطارات الأمامية. خلينا نتكلم عن جنوط السيارة، تيجي مقاس 18 أو 20 بوصة على حسب الفئة والطراز، وكذلك نشوف أسفل أبواب الجانبية مطعمة بالكروم، وتحتها اللي هو البلاستيك الأسود اللي ممتد حوالين السيارة وبيطلع لي أعلى الإطارات الأمامية والإطارات الخلفية، بيعطي السيارة الشكل المميز. نشوف مقابض الأبواب تعمل بالنظام الذكي وتيجي بلون هيكل السيارة. تعالوا خلينا نشوف اللي هو الشكل الخلفي للسيارة. طبعا ابرز مزايا التصميم الخلفي للسياره نشوف هواي على شكل زعنف القرش، اسفل جناح رياضي جميل يتوسط اضواء المكابح. اما بالنسبه للاضواء الخلفيه تيجي LED، وطبعا مرتبطه او مدمجه بشريط كروم يجي بعرض الواجهه الخلفيه. وننزل لتحت ونشوف الصدام الخلفي، طبعا مدمج فيه اللي هي الحساسات الخلفيه اللي بتساعد على ركن السياره في المواقف، واسفله اللي هي على جوانب الصدام الخلفي اللي هي فتحات العادم المستطيله اللي بتعطي شكل رياضي للخلفيه السياره. وكاميرا اماميه، ويجي فيها كمان كاميرا خلفيه. تعمل هونشي HS5 بالدفع الامامي او على كل العجلات، وبمحرك 4 سلندر سعه لترين تيربو تشارجر، بيعطي قوة 223 حصان وعزم دوران 340 نيوتن متر، بيعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، سعة خزان الوقود 64 لتر، واقتصاده في استهلاك الوقود بيعطي 12 كيلو متر في اللتر الواحد، ونوع الوقود أو البنزين 95. المقصورة الداخلية فخمة، وجودتها ودقة التنفيذ فيها عالية جدا. من أبرز التجهيزات هو إضاءة داخلية محيطية قابلة للتعديل ب 253 لون، وشاشة نظام المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة، وشاشة لوحة العدادات كمان تيجي مقاس 12.3 بوصة، وشاشة للمعلومات على الزجاج الأمامي اللي هي HUD، والنظام الصوتي طراز بوز يجي ب 12 سماعة. نظام التكييف أوتوماتيكي لمنطقتين، ومثبت سرعة تكييفي ذكي مع خاصية التوقف والانطلاق، وقوف السيارة التلقائي، وزر التشغيل وإطفاء المحرك، ومكابح إلكترونية وأوتو هولد.
أما بالنسبة للمقاعد الخلفية واسعة ومريحة، ووفروا كمان فتحتين للتكييف ومسند ذراع وفيها حاملة أكواب اثنين لراحة ركاب المقاعد الخلفية. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم من حلقة اليوم الخاصة عن السيارة هونشي HS5. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa، ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلق قيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر مسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقد بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.